أن وصف جيش الإمام عجل الله فرجه بالإرهابي هو حكم بلا دليل وقبل أوانه، فهل رأيتم منه ما هو مخالف للسلم والسلام والأمن والأمان حتى يكون إرهابيا؟ بل أستطيع أن أقول أن ما قمتم به من تشكيل جيش وشرطة هم الإرهابيين لما يقومون به من دخول المدارس الدينية وتفتيش الناس وعدم تمكين الناس من الالتقاء بقياداتهم ومراجعهم ومنعهم من إقامة شعائرهم. وقد سمعت عن البعض أنه قال لا بد من وضع حل لهذه الجمعة، وهذا تهديد ليس إلا، فانتبهوا لذلك رجاء أكيدا كما قيل من قبل أطفئوا نار الكوفة. وإني من هنا أقول لجيشنا الشجاع أن يلتزم بالأخلاق السامية والأحكام الشرعية، وليملأ قلبه حبا وطاعة لله وأهل بيته سلام الله عليهم أجمعين، وهذا ما سيزيد من قوتكم وشجاعتكم، وهذا غاية في الشرف وفيه رضا الله عز وجل أكيداً.